السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناتي. شخصية النهاردة في نجوم خالدة الفنان القدير الراحل عبد العليم خطاب. هو اشتغل مساعد مخرج في فيلم برلنتي سنة 1944، ومخرج مساعد في فيلم نجف سنة 1946، ومخرج فيلم سلوى سنة 1946، وأخرج فيلم جزيرة الأحلام، وأخرج كمان فيلم بنت 16، وأخرج فيلم العالمين. فنان عبد العليم خطاب ممثل ومخرج ومؤلف مصري، عبد العليم محمد أحمد شرف الدين خطاب. من أهم أعماله في السينما فيلم دعاء الكروان. عبد العليم خطاب مواليد سنة 1913، وحاصل على الشهادة الابتدائية ثم شهادة الكفاءة، ورحل إلى روسيا رغبة منه في استكمال دراسته هناك، وتلقى فنون المونتاج والإخراج وحصل على دبلوم فيهم. بعد عودته إلى مصر التحق بمعهد التمثيل وتخرج منه، ثم أرسلته الحكومة سنة 1937 لدراسة الإخراج في لندن ليعود إلى مصر ويقوم بالمشاركة بالعديد من الأعمال في فترة الأربعينات، سواء كان كممثل أو كمخرج. ومن تلك الأعمال علي بابا والأربعين حرامي وغرام وانتقام، وتوالت أعماله بعدها وحتى أواخر السبعينات. من أبرز أعماله كان فيلم النداهة، وفيلم الحرام، وفيلم دعاء الكروان، وفيلم البوسطجي، وفيلم البنت اللي قالت لأ سنة 1978، وفيلم الجنة تحت قدميها سنة 1978، وفيلم الشباك سنة 1978، وفيلم امرأة بلا قيود أو بلا قيد، وفيلم سلطانة الطرب، وفيلم قاهر الظلام كان عامل دور الشيخ حسين أبو الدكتور طه حسين، أريد حلك، فيلم النداهة. الفنان عبد العليم خطاب كان من مواليد 13 مايو سنة 1913، وتاريخه